ويسعدني أن يكون معايا رئيس المنتدى الإعلامي والروائي السعودي نور الحراقي. بقول لحضرتك طبعا منور مصر وألف مليون مبروك على الدورة الثانية من المنتدى. بس مصر كمان بلدي، يعني مصر بلد كل العرب أكيد. أهلا بي. يا ريت ندي السادة المشاهدين فكرة عن الإيفنت النهاردة عبارة عن إيه؟ احنا طبعا ايفنت حق اليوم بخصوص تكريم سفراء السلام من المنتدى العربي العالمي للسلام، والهدف منه ان احنا بنكرم شخصيات اثرت في المجتمع، سواء باعمالهم الفنيه، اعمالهم الادبيه، سواء كاعلاميين كصحفيين، ونمنحهم لقب سفراء النوايا الحسنه والسلام. على اي اساس بقى تم اختيار المكرمين النهارده واللي تم منحهم لقب سفراء السلام؟ طبعا احنا الجوائز عندنا اليوم في سفراء النوايا الحسنه والسلام، وفي سفراء السلام، وفي اصدقاء السلام. يعني الجائزه الفرق بقى سفراء النوايا الحسنه والسلام هم اللي لهم اعمال بالفعل، سواء كانت حملات اعلاميه، سواء كانت انشطه خيريه بالمجتمعات، معروفه ان هم من دعاه السلام، وسواء كانوا مساعده الفقراء والمحتاجين والمساكين والكلام هذا كله. سفراء السلام فقط ان هم لهم اعمال عبر السوشيال ميديا، عبر وسائل الاتصال الحديثه. اما اصدقاء السلام هم لهم انشطه معانا بالمنتدى. طيب يا ريت ندي الساده المشاهدين فكره عن المكرمين النهارده او سفراء النوايا الحسنه في السلام. طبعا أشهر المقرمين اليوم وضيف شرفي للمنتدى هو الشيخ دعيش بن خليفة الصباح، وصاحب السمو الملكي محمد بن سلطان بن ناصر آل سعود، الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الفنانة السعودية ليلى السلمان، الفنان الكويتي محمد الصرفي، معانا من مصر نجمة مصر الفنانة فيفي عبده، معانا كمان نجم ماجد المصري، وعدد كثير من الإعلاميين. أحمد شاكر عبد اللطيف طبعا، وفي معانا كمان من الشعراء عندنا من تونس يسر بن جمعة، عندنا أستاذ إبراهيم الكفراوي، عندنا الكاتبة الروائية رضوى العوضي، يعني عدد كبير ما أبغى أنسى أحد. طيب باعتبارك إعلامي وروائي، حابب يعني كلمة منك لدور الفن والإبداع بشكل عام في تحقيق السلام، كيف يمكن أن نحقق السلام بالكلمة؟ طبعا الإعلام والفن بالتحديد، لو الإعلام كان بالطريقة الصحيحة، إعلام نظيف، أكيد إحنا لينا دور في تحقيق السلام في المجتمع. ولكن للأسف بعض الإعلاميين دحين أو بعض من القنوات الإعلامية بتروج لأفكار خاطئة. فأنا أشوف أن الإعلام الجيد والمادة الإعلامية الجيدة هي خير مقال وخير دليل على السلام في العالم. هنقرأ إيه من إبداعاتك قريب؟ وياريت ندي السادة المشاهدين فكرة عن مؤلفاتك السابقة. أنا كان عندي طبعاً روايتي أميرات ولكن، وبعدها كان عندي أطياف الروح، وعندي الواهمون، وعندي علياء الحسين ملكة القلوب، ودحين آخر عمل لي اسمه براءة سام، أتمنى إن شاء الله أحصل على البوكر عليها إن شاء الله. طب آخر عمل نتكلم عنه بشيء من التفصيل بعد إذنك؟ براءة سام، يعني ما أبغى أحرق الموضوع، بس ولسه منزلش؟ هو دحين هينزل بعد شهر مع دار عزراء اللورين في بيروت، وما أبغى يعني مؤتمر صحفي وقتها إن شاء الله. بتفكر إنك تحول رواياتك لأعمال درامية سواء سينمائية أو تلفزيونية؟ طبعا كنت بفكر أميرات ولكن، ودحين شغالين على المشروع إن شاء الله. طبعا أنا بتمنى لك كل التوفيق وبشكرك جدا، وأعتقد إنك تستحق النهاردة أيضا لقب سفير النوايا الحسنة في السلام. الله يخليك أستاذ، يعطيك ألف عافية، ومشكورين لإدارة القناة كمان.